ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة وصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، وتكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحلى أخوات أحلى أمارات أحلى أميرات في الدنيا كلها، محبين ومشاهدين وصفات رهيبة مع رشا. إزيكم يا أماراتي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وبصحة وسعادة دايما. عملنا على بعض مع بعض على القناة وصفات حلوة قوي قوي للتعطير، عملنا بيه شمع إزاي تعطري جسمك، عملنا مخمرية للشعر وللجسم، عملناها هيجيب 3 طرق على القناة، عملنا حاجات كده كانت بتعطير على القناة منتهى الأمر. النهاردة بقى هنعمل معطر للمنطقة الحساسة أو للمهبل. سبق قبل كده وعملنا غسول مهبلي كان برضو لطيف جدا، وكان يعني غسول وفي نفس الوقت معطر. لو انت ما شفتيش الفيديو ده كان من فيديوهات القمر جدا، اكتبي لي في التعليقات ابعت لك اللينك بتاعه، كان حاجه كده رهيبه. النهارده بقى هنعمل معطر حلو جدا خاص بالمنطقه الحساسه، حاجه كده رهيبه. طيب هيجي واحده تسالني تقول لي طب يا رشا دلوقتي انا عاوزه اعرف حاجه، ايه اصلا اللي بيخلي المنطقه الحساسه ريحتها مش لطيفه؟ حبيبه قلبي، من ضمن الحاجات يعني عشان انا اعالج المشكله لازم اعرف ايه هو السبب. اول حاجه بيكون انك انت في المكان دوت بتلبسي حاجات مش قطن، اللي هي الحاجات البوليستر، فحضرتك تبدلي كل الهدوم بتاعتك البوليستر بهدوم قطن، فهتحل جزء كبير جدا من المشكلة بتاعتنا. طيب ايه تاني برضو، ايه اللي انا غلط ممكن ان انا اعمله يسبب لي تحت روائح مش لطيفة؟ ممكن يا نور عيني انك انت دايما المكان ده زي مكتوم كده او لابسة حاجات كتير، فلازم المكان ده يتعرض من وقت للتاني للتهوية. ايه برضو تاني، انك انت تكوني بتستخدمي اللي هو بقى النظافة الزايدة، اللي هو بقى على طول كل يوم غسول مهبلي من الصيدلية، دش مهبلي، الحاجات دي كتر الغسول ده اصلا بيعمل التهابات، فبالتالي بيعمل معاكي التهابات، بيزود الالتهابات وبيزود معاكي الريحة الكريهة. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن الواحده تقع فيها ان هي مثلا تحط في الحمام فوطه قطن وتقول لك انا بستخدمها بعد الحمام بتاعي. طب يا نور عيني، ما هو الفوطه القطن دي المكان ده بيبقى مكان زي فيه بكتيريا او جراثيم او كده، فالفوطه القطن وترجعي تستخدميها مره كمان كده انت بتعملي انتشار للعدوى او بتفضل موجوده. امال تستخدمي ايه للتنشيف؟ تستخدمي المناديل العاديه بتاعتنا وبعد كده تخلصي المنديل وترميه، لكن ما ينفعش فوطه قطن في المكان ده، ودي حاجه مهمه جدا عاوزاكي تخلي بالك منها لان كتير بيقع في الموضوع دوت. يبقى قلت لك هدوم هتبقى قطن، هتبقي هتمنعي استخدام الدش المهبلي على الفاضي كتير، وفي نفس الوقت زي ما بقول لك كده استبدلي المناديل او الفوطه القطن بالمناديل بتاعتنا. حلو كده، حلو كده، كده احنا عالجنا نص المشكله. طب انا عايزه اعطر بقى المكان ده واخلي ريحته كده حاجه منتهى الامر. اول حاجه يا نور عيني عاوزه شويه ميه من الميه المقطره اللي هي بنجيبها مع اكياس المضاد، عارفينها اللي هي الميه ديت، تمام. انا فضيت هنا شويه اهو، فضيت الكيس دوت جزء منه هنا اهو. طب ليه يا رشا ما اخدش الميه دي؟ الكيس كله ده مش عارفه بجنيه غالبا في الصيدليه. طب يا رشا بستخدم الميه العاديه اللي في الحنفيه؟ لا، الميه العاديه اللي في الحنفيه اصلا كلها كلور وبلاوي سودا ومتليله بنيله، فهاتي كيس زي دوت مش هيفرق معاكي حاجه، تمام. فضيناه هنا بقى بالشكل ده، حلو كده، حلو كده. طيب هحط ايه تاني على المكونات دي؟ هتحطي يا نور عيني شويه من مسك الطهاره، مسك الطهاره، وده شكله تمام، في منه انواع كتير، ده نوع لطيف جدا طريقته على القناه لو انت لسه ما شفتهاش فيها. هاخد منه بس شويه كده صغيرين، هحاول انزلهم هنا، ثواني، المشكله ان دي مش بعرف انزل بيها هنا. لا بتنزل اهي والله. تمام جدا، حبه صغيرين خالص لان انا لسه برضو هحط معطر تاني. تمام، نزلت اهو حتى لو على حرف الازازه من فوق اللي هو مسك الطهاره. قشطه كده، قشطه كده. هحط ايه تاني؟ هتحطي يا نور عيني شويه من زيت جونسون. زيت جونسون ده يعني يعتبر كنز كده في بيتك، يعني حاجه كده رهيبه بتستخدميها في كل حاجه. لو انت عايزه طريقه عمايله في البيت هتلاقي طريقته موجوده على القناه، برضو اطلبي مني في التعليقات ابعتها لك لو انت مش عارفاها. ومسك الطهاره زي ما بقول لك برده احنا عاملينه، لو انت عايزه طريقته في البيت ابعتي لي برده وانا ابعتها لك. تمام، هحط هنا شويه من زيت جونسون مش كتير. تمام كده، قشطه جدا.
حطينا شوية من زيت جونسون، تمام. طيب المكون بقى التاني او التالت بقى اللي انا هستخدمه يزود لي كده العطر في المنطقة دي وتبقى حاجة تحفة، ده كده يعتبر معطر، مش هيعمل لك التهابات، مش هيعمل لك هرش، مش هيعمل لك، لا ده بالعكس حاجة لطيفة كده سوفت، وممكن تستخدميها على جسمك كله مفيش اي مشكلة. المعطر اللي هحطه بعد كده وهو يا نور عيني اي زيت عطري، بتروحي عند اي حد بتاع برفانات بتقولوا له لو سمحت اي برفان اللي انت البرفان اللي انت بتحبيه وبتحبي تستخدميه، هتقولي له انا عاوزه الزيت العطري بتاعه 1 مليون تانجو، اي نوع انت بتحبيه من البرفان بتقولي له انا عاوزه الزيت العطري بتاعه عشان ما يبقاش فيه كحول والكحول يعمل لك التهابات في المنطقه دي. هاخد شويه من الزيت العطري بتاعي هحطه هنا في الخليط ده. يبقى انت كده تمام جدا، يا جمالك وريحتك القمر. يبقى انت كده معاكي زي ميكس ما بين مسك الطهاره بريحته القمر والزيت العطري بتاعك اللي كنت بتفضليه، فبقى معاكي خليط منتهى الجمال. طبعا انت مش هتعمليه في ازازه زي دي، انت هتعمليه بقى في ازازه بخاخ كده اللي هي زي ازاز البرفن، عشان انا الصراحه مش عندي، او عندي بمعنى اصح وكلهم مواصفات، فانت بقى هتعمليه بالشكل اللي انا بقول لك عليه ده. تمام كده يا نور عيني باين قدامك، بصي اعمل كأني في لمعة. جميل جدا. بس شكله مدي زي لمعة كده مني الزيت مع المية مع الحاجات، لطيف قوي والله يا امور، شايفين؟ تمام. طيب انا هستخدمه ازاي؟ ريحته مش ممكن، والله العظيم اقسم بربي اقسم بربي، حاجه ريحه رهيبه فوق الوصف. ده تبدي بقى تحطي، يعني عايز اقول لك ممكن ايه اصلا تستخدميه كبرفان كده للاطفال وليكي كده برضو في البيت، يعني مش الحساسه بس الاماكن الحساسه، لا امشي على جسمك كله حاجه منتهى الامر. دوت ترشيه عادي في الاماكن الحساسه مفيش مشكله، ما فيهوش اي حاجه تحرق او حاجه تعمل التهابات، ترشيه برضو على ملابسك الداخليه قبل ما تلبسيها هيبقى حاجه لطيفه قوي، ورشي على جسمك كله، يعني اللي هو بقول لك بالريحه القمر دي، لا مش اللي هو على قد الحساسه بس، هتمشي كده هتلاقي ريحتك والله العظيم حاجه رهيبه. ولو عندك اطفال زي ما بقول لك حط لهم، هو سوفت اهو ما فيهوش اي حاجه، لان احنا الاطفال بنخاف نستخدم لهم اي برفانات لان الكحول بيسمر بعد كده ومشاكل او ممكن يعمل لهم حساسيه على صدرهم، لا دي حاجه لطيفه جدا سوفت كده، لو انت عندك حتى الاطفال حط لهم على جسمهم منه هيبقى ريحتهم منتهى الامر. جربي يا نور عيني هيعجبك جدا زي ما بقول لك الاماكن الحساسه ولكل الجسم. ولو انت عاوزه مخمريه للجسم زي ما قلت لك هتلاقي فيه طرق كتير على القناه، او ابعتي لي ابعتها لك. قلنا في الفتره الاخيره على اسماء كريمات في الصيدليه رخيصه جدا ب 5 جنيه وب 7 جنيه لتبييض بشرتك وللتصبغات، قلنا كريمات شعر حلوه قوي ب 10 جنيه، قلنا غسول من الصيدليه ب 6 جنيه، حاجات تحفه جدا لو انت اول مره تشوفيها.